إلى الواجهة من جديد يعود قطار التسويات في درعا وقراها وبلداتها. حصار ثم قصف ثم فرض تسويات مزعومة عملت عليها قوات النظام السوري في درعا، وقبلها كثير من المناطق السورية. مدينة الحراك وبلدتا علمة والصورة جميعها باتت هدفا ولقمة سائغة لقوات النظام وداعميها، وسط مطالبات متكررة بتسليم أعداد إضافية من قطع السلاح الخفيف. بالدبابات والمدرعات تغلق قوات النظام الطرق الرئيسية للبلدات الثلاث، بالإضافة إلى منع الدخول والخروج منها. شبكات إخبارية محلية قالت إن توترات أمنية تسود تلك المناطق بعد عدم رضا اللجنة الأمنية التابعة للنظام عن عدد قطع الأسلحة المسلمة فيها، مستخدمة الضغط بأقصى درجات التهديد والوعيد لتحصيل الميليشيات على أكبر عدد ممكن من الأسلحة الموجودة، وإلا فالاقتحامات جاهزة ويتم التجهيز لها. إذن تسويات تنتقل إلى مناطق الحدود مع الأردن تمهيداً لطي ملف درعا بشكل كامل، لتفصل نحو 17 منطقة عن سيطرة النظام على كامل المحافظة. على صعيد آخر، يعود ملف الميليشيات الإيرانية المتواجدة في الجنوب السوري إلى طاولة الحوار بين إسرائيل وروسيا. ميليشيات طالبت تل أبيب وتطالب في كل مرة إبعادها عن الحدود الشمالية، لكن يبدو أنها ذهبت في مهب الريح، طالما أن النظام يواصل حصاره وتسوياته بمساعدة الإيرانيين وبضوء أخضر من موسكو. كل ذلك بات يطرح تساؤلات عن ماهية السكوت الإسرائيلي عما تقوم به الميليشيات الإيرانية، لكن مراقبين يرون أن الاستهدافات الإسرائيلية للميليشيات سترتفع وتيرتها خلال الأيام القادمة، لا سيما في هذه المنطقة أرض حوران.